وسره أتحدث عن الشهادة وفضلها، أهمية ومكانة الشهادة. إذا كنا نعتقد بالغيب فعلينا أن نشكر الله تعالى لكي نقتل في سبيله وندخل في زمرة الشهداء. نحن لا نبالي إذا سفكت دماء شبابنا الزاكية في سبيل الإسلام، لا نبالي إذا أضحت الشهادة ميراثاً لأعزائنا. إنه الأسلوب المرضي المتبع لدى شيعة أمير المؤمنين عليه السلام منذ ظهور الإسلام إلى اليوم. لا خشية من الشهادة، الشهادة ميراث وصلنا من أوليائنا، الشهادة فخر أوليائنا وفخرنا، الشهادة هي العزة السرمدية والحياة الأبدية. ليخشى الشهادة، يعني اللي يخشى الشهادة ويخشى الموت، أولئك الذين يحسبون الموت نهاية والإنسان فانيا. كل من عليها فان ونحن نموت أيضا، فمن الأفضل أن نضحي بأنفسنا في سبيل الله. ولا شك أن من مات في هذا السبيل ففي جوار رحمة الله تعالى. الشهادة هدية إلهية لمن يستحق، وشهيدنا الغالي أحمد عبد الأمير منهم إن شاء الله. ولا بد أن تقوى العزائم، ولا بد أن تقوى العزائم بعد كل شهادة. النصر والغلبة لشعب يعتبر الشهادة سعادة. لقد وهبنا الله كل شيء، فعلينا أن نقدمها له. لقد فاز الشهيد بالسعادة. الروح بالدم نفديك يا شهيد، 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 الروح بالدم. أولسنا أتباع أولئك الأطهار الذين باعوا أنفسهم في سبيل الهدف الأمثل؟ إذن لا نبالي من شهادة أعزائنا، ولن نتراجع ولن نتوانى. وهل يتمكن أعداء الفضيلة من سلب أي شيء سوى هذه الخرقة الترابية، الخلقة الترابية من أنصار الله وعشاق الحقيقة؟ دع أولئك المفترسين الذين لا يفكرون إلا بأنفسهم ويأكلون كما تأكل الأنعام، يفكون قيود عشاق سبيل الحق من أغلال الطبيعة ويوصلونهم إلى قضاء جوار المعشوق. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. نفديك يا شهيد، الروح بالدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا شهيد، بالروح والدم نفديك يا شهيد، بالروح. شكرا لأهالي السنابس، رحم الله والديك والدك. الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام.